لما بنتكلم عن الهدوء والرقي والفخامة والعراقة والجمال، فانت اكيد تقصد جاردن سيتي، مكان كده اول ما بتدخله بتحس انك انفصلت عن كل حاجة براه، حي من احياء الزمن الجميل. هتكون رحلتنا النهاردة في مكان انا بعتبره اول كومباوند في مصر، رحلتنا هتكون في جاردن سيتي الرائعة. فلو كنت جديد في القناة اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يجيلك جديد جولاتنا ورحلاتنا اول باول، ويلا بينا بسرعة نبدأ جولتنا ورحلتنا النهاردة. بنبتدي رحلتنا النهاردة للحي العريق والجميل والراقي جاردن سيتي من على كوبري من أهم كباري مصر، وهو كوبري قصر النيل، ومنه هندخل يمين ونمشي جنب النيل الجميل لغاية ما ندخل لأعماق مسار حلقتنا النهاردة وهو حي جاردن سيتي. حاول أوضح لكم بس أسماء الفنادق اللي موجودة واللي بتطل على النيل، وفندق سيماراميس اللي موجود على يميننا، وفندق نايل ريدز كارلتون اللي موجود على شمالنا. احنا لسه مكملين طريقنا على كوبري قصر النيل، ويمكن المصريين بيعتبروه مش بس كوبري لمرور العربيات كده، لكنه يعتبر مسار للنزهة، الناس بتحب قوي تتفسح على كوبري قصر النيل. بعد الكوبري مباشرة المبنى الأبيض اللي على شمالنا دلوقتي ده، أو اللي انتوا شايفينه ده، هو مبنى جامعة الدول العربية، وقدامه مباشرة قصر من القصور التاريخية العريقة، وقصر نعمت الله توفيق، واللي كان موجود فيه قبل كده وزارة الخارجية. احنا بالفعل دخلنا من على كورنيش النيل، وعلى يميننا النيل، وعلى شمالنا فندق سيماراميس انتر كونتيننتال للقاهرة. ويمكن زي ما بقول لكم من الجزء ده بتبتدي حدود حي جاردن سيتي. كمان الجزء اللي على شمالنا دلوقتي الشارع ده ممكن ندخل منه لميدان سيمون بوليفار ومسجد عمر مكرم. بعد الفندق على طول بتلاقي وزارة التجارة والصناعة المعلم، والمبنى المهم جدا في حي جاردن سيتي. على يميننا دلوقتي مرحلة من مراحل ممشى أهل مصر، ويمكن على شمالنا كمان كان في فندق شبر يمكن مقفول بشكل عام دلوقتي لكنه هيحصل فيه عمليات تطوير. وعدينا على شارع لازولي اللي بيدخلنا على عمق حي جاردن سيتي مسار حلقتنا النهاردة. طبعا الشارع ده متسمي على اسم المنطقة المهمة في السيدة زينب، وعلى اسم راجل مهم من رجال محمد علي باشا. كمان بنقابل بعد شوية صغيرين فندق كمبينسكي النيل على شمالنا، وطول ما احنا ماشيين في الجزء ده بتلاقي عدد من السفارات والمعالم المهمة في حي جاردن سيتي الجميل جدا. لايمنا دلوقتي مسجد النيل، وادي فندق كمبينسكي النيل للقاهرة موجود على شمالنا. احنا لسه مكملين طريقنا في شارع كورنيش النيل، وزي ما بقول لكم كل الشوارع اللي موجودة على شمالنا، ادي شارع مثلا حوض اللبن، هو احد شوارع حي جاردن سيتي مسار حلقتنا النهاردة. لكن عشان مسار العربية هدخل من شارع الديوان قبل ما نوصل لحدود حي جاردن سيتي النهائية، اللي هي هتكون قريبة من شارع القصر العيني، من شارع جمال الدين أبو المحاسن موجود على شمالنا هو. وادي فندق الفور سيزون نايل بلازا القاهرة اللي موجود على شمالنا. وحنلاقي على يميننا دلوقتي كوبري صغير كده بيدخلنا على شارع عبد العزيز آل سعود، وكمان بنلاقي فندق جراند نايل تاور أو جراند حياة موجود في الجزء ده. موجود كمان على شمالنا مجموعة من القصور الفخمة التابعة لحي جاردن سيتي، واللي جزء كبير منها اتحول لحاجات تانية. لسه مكملين طريقنا على شارع كورنيش النيل، وعايز اقول لكم ان في بدايه رحلتي هدخل كده حي جاردن سيتي وهطلع على شارع القصر عشان اوريكم الحدود. على شمالنا دلوقتي شارع عبد الرحمن فهمي، وكمان السفاره الايطاليه هي اللي موجوده على شمالنا دلوقتي. ويمكن زي ما بقول لكم كل الشوارع اللي بنقابلها في طريقنا لدخول حي جاردن سيتي برضو بيتدخلنا لعمق الحي، زي الشارع اللي هنبتدي منه رحلتنا النهارده، شارع الزعيم الهندي غاندي موجود على شمالنا هو. قربنا بالفعل كده، ادي العلامه اللي بتقول لنا انه من الجزء ده هندخل حي جاردن سيتي الراقي والفخم والعريق جدا في القاهره. احنا بالفعل دخلنا من شارع الديوان، واول ما بتدخل عمق حي جاردن سيتي فعلا بتحس انك انفصلت عن الجزء اللي براه يعني بشكل كامل. هتحس كده بزقزقة العصافير، حاجة غريبة جدا. يعني انت كنت على شارع كورنيش النيل زحمة جدا، لو طلعنا زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي، انا هحاول ان انا اطلع من شارع الديوان على شارع القصر العيني عشان اقول لكم بقى اوريكم نهاية حدود حي جاردن سيتي، وبعدين ندخل حي جاردن سيتي مرة تانية. عايز اقول لكم انه فعلا اول ما بتدخل كده حي جاردن سيتي مختلفة تماما عن بره حي جاردن سيتي، عشان كده يمكن انا بعتبره واول كومباوند في مصر، لانه هو بالفعل رغم انه هو ملوش بوابات ومفتوح، شوارع مفتوحة، ولكن فعلا تحس اول ما بتدخل الحي، وهتشوفه النهاردة في خلال رحلتنا، تحس ان انت داخل كومباوند بالفعل ومش داخل شوارع عادية. احنا على يميننا دلوقتي شارع الدكتور حندوسة، المستشفى اللي قدامنا هي مستشفى القصر العيني الفرنساوي، وادي شارع القصر العيني
مبني، الشارع يعني اللي فيه صخب كبير جدا، لكن اول ما بندخل شوارع جاردن سيتي بتنفصل بقى عن جو شارع القصر العيني وعن جو شارع كورنيش النيل، وبتدخل كده في بين الاشكار والبيوت الجميله اللي هنتفرج عليها دلوقتي. طبعا لو انت جاي من الكورنيش وعايز تروح شارع القصر العيني، فاسهل لك فعلا تدخل جاردن سيتي وتخرج مره تانية زي ما عملنا احنا، بدل ما تلف من بعيد شارع القصر العيني لو كملناه على طول هنوصل لميدان التحرير. دخلنا كده بقى من شارع الدكتور مصطفى الديواني، وهندخل بقى على عمق زي ما بقول لكم حي جاردن سيتي، ونتفرج بقى على تقريبا كل شوارع جاردن سيتي خلال رحلتنا النهارده. اهم حاجه تاخد بالك من اتجاه ركنات العربيات وانت داخل حي جاردن سيتي عشان تقدر تمشي بشكل سليم وما تمشيش عكس الاتجاه. انا لسه ماشي في شارع الدكتور مصطفى الديواني، وهنبتدي بقى ندخل ونتعمق كده داخل حي جاردن سيتي خلال رحلتي النهارده. زي ما انتم شايفين العربيات هنا، انا ما بقتش عارف ادخل يمين او ادخل شمال، يعني في اختيارات كتيره قدامي، فانا دخلت شمال فعلا مع اتجاه العربيات، لكن حسيت ان انا بالفعل هطلع تاني مرة تانية من نفس الجزء اللي انا دخلته من شوية، هو شارع الديوان، هنطلع تاني على شارع القصر العيني، وبالتالي حبيت ان انا اعمل يعني مارشدير كده وهرجع عشان ادخل شمال داخل عمق حي جاردن سيتي. هلف كده وبعدين هنكون، اول ما بلف هنكون بدأنا بالفعل كده من شارع الدكتور مصطفى الديواني، واللي بيعتبر يعني الراجل ده كان قاهر مرض شلل الأطفال، وكان مدير لمعهد شلل الأطفال، وهو اللي يمكن أدخل أسلوب التطعيم عن طريق الفم. زي ما انتم شايفين بقى يعني بيوت جميلة جدا، طبعا هي بيوت من البيوت العريقة، كل العمارات دي قديمة بشكل كبير، وهنحكي عن تاريخ حي جاردن سيتي اللي احنا موجودين فيه طبعا، لكن هو من يعني من الأحياء الجميلة والعريقة في القاهرة. زي ما انتم شايفين كده بقى هدوء وسكينة وأصوات العصافير والطيور، شيء فعلا بيرجعك لروائح الزمن الجميل. زي ما انتم شايفين على شمالنا يعني خلف مدرسة من المدارس العريقة والراقية في مصر، وهي مدرسة الميرد ديو اللي تأسست سنة 1880، وهي مدرسة راهبات، ومبنى المدرسة فعلا قصر من القصور العريقة. على يميننا دلوقتي قنصلية المملكة العربية السعودية، واحنا دلوقتي في شارع الجهادية. المدرسة اللي على شمالنا دلوقتي كان غرضها في البداية تعليم الفتيات اليتيمات، وبعدين اتحولت لمدرسة سموها مدرسة بنات الزوات. من شروط دخول البنت المدرسة ان يكون ابوها او امها بيتقن اللغة الفرنسية، ولازم البنت تكون من حضانة المدرسة. احنا لسه مكملين طريقنا في شارع الجهادية، وزي ما بقول لكم على يميننا قنصلية المملكة العربية السعودية، ووصلنا كده لميدان، لو كملنا على طول هنطلع على شارع القصر العيني، وعندنا شمال شارع حسن مراد ويمين شارع عبد الرحمن فهمي، لكن احنا هندخل شمال من شارع اتحاد المحامين العرب. وزي ما كنا لسه بنتكلم عن مدرسة من مدارس الزوات في مصر، على شمالنا دلوقتي مدرسة حكومية ولكنها مدرسة من المدارس العريقة، وهي مدرسة الإبراهيمية اللي موجودة داخل عمق حي جاردن سيتي. واحنا ماشيين كده في حي جاردن سيتي عايزين نقول ان هو حي بيجتمع فيه كل شيء تقريبا، عمارات مميزة، أشجار، زهور جميلة، وكمان سكن لنخبة المجتمع. احنا وصلنا كده لميدان صغير على يميننا وشمالنا شارع عائشة التيمورية، شارع خليل أغا على يميننا، لكن احنا هنكمل طريقنا في شارع اتحاد المحامين العرب. لايمنا دلوقتي فيلا علي باشا ابراهيم، وموجود فيه مجموعه من المعلومات عن علي باشا ابراهيم موجوده في الصوره اللي كانت قدامكم، ولسه بنكمل طريقنا وسط الاشجار الجميله جدا اللي بتميز الحي الجميل جدا زي ما بقول لكم، والهدوء والسكينه والجمال اللي موجود في الحي والرقي، زي ما انتم شايفين حاجه يعني بترجعنا فعلا ل 100 ولا 200 سنه ورا. الغريبة ان بداية حي جاردن سيتي او المكان اللي احنا فيه كانت مختلفة تماما عن اللي انتوا شايفينه ده. المكان كان عبارة عن برك ومستنقعات، وكانت متغطية بمية النيل. جه بقى السلطان محمد بن قلاوون، واللي كان تاسع سلاطين الدولة المملوكية، حول المنطقة لميدان كبير وكان معروف بالميدان الناصري، حط فيه اشجار وورود، وكان جنينة بيتفسح فيه الناس، وكانت بتتعمل عروض ضخمة وسباقات خيل في الميدان، وكان كل يوم سبت ولمدة شهرين بعد وفاء النيل الناصر محمد كان بيركب حصانه من قلعة الجبل وحواليه فرسان كتير، وبيروحوا الميدان وسط يعني وسط الناس بقى الهتافات المصريين اللي كانوا بيحبوا السلطان. وبعدين حب السلطان انه يبني مبنى هناك، وبدأ يحفر ليه المبنى ده، وتحول المكان لبركة سموها البركة الناصرية. احنا لسه مكملين طريقنا وبقينا دلوقتي في شارع الطلمبات، وزي ما انتم شايفين كده
الجزء اللي قدامنا على طول ده هو شارع كورنيش النيل، لكن احنا هنلف حوالين الجزء ده وهنكون بالفعل في شارع عائشة التيمورية، وهنكمل طريقنا داخل حي جاردن سيتي العريق والجميل. واتمنى ان انتوا تكونوا مستمتعين برحلتنا داخل الحي الجميل جدا ده. عايز اقول لكم ان جاردن سيتي كمان يعني كان ضمن جناين اسمها بساتين الخشاب. الحي اتخطط بقى في اوائل القرن العشرين، لكن وطول ما احنا ماشيين هتشوفوا اسماء الشوارع، ومش هتلاقوا شارع على اسم الناصر محمد بن قلاوون اللي كان ليه الفضل في بداية الحي وكان من اعظم حكام مصر واشهرهم. احنا دخلنا دلوقتي بقى في شارع الدكتور ابراهيم بدران، وبنكمل رحلتنا داخل حي جاردن سيتي الجميل، وبنتفرج على البيوت والفيلات والقصور القديمة اللي موجودة في الحي اللي احنا ماشيين فيه دلوقتي. في مجموعة من المعلومات عن الدكتور ابراهيم بدران صاحب الشارع اللي احنا ماشيين فيه دلوقتي واللي احنا موجودين فيه دلوقتي. وزي اماكن كتير في القاهرة، فجاردن سيتي برضو بدأت ملامحها الحقيقية تبان لما تولى الخديوي اسماعيل حكم مصر. طبعا الخديوي اسماعيل هو اللي بينسب ليه شكل القاهرة اللي اتسمت القاهرة الخديوية، واللي معظمها موجودة في منطقة وسط البلد بعماراتها المميزة واللي بتشبه في شكلها المعماري عمارات أشهر العواصم الأوروبية. احنا دخلنا كده على شارع عبد اللطيف بلطية، وحنكمل طريقنا داخل عمق حي جاردن سيتي الجميل. كان حي جاردن سيتي وحي الزمالك وغيرها من ضواحي القاهرة الخديوية الجديدة. فتح بقى الخديوي اسماعيل حركة المعمار لبنى قصور فخمة على امتداد كورنيش النيل، كان من أشهرها قصر الدبارة في جاردن سيتي اللي احنا فيها دلوقتي، كمان قصر فخري باشا وقصر الأميرة شويكار في جاردن سيتي، ولسه القصور دي موجودة وبتشهد على عصر الأرستقراطية والنخبة. طبعا خصوصية جاردن سيتي كانت راجعة لخصوصية سكانه، لأن كلهم كانوا من الطبقة الأرستقراطية. احنا لسه مكملين طريقنا في شارع عبد اللطيف بلطية، وعايزين نقول ان جاردن سيتي هي مدينة الحدائق. بدأ التفكير في انشائها عشان تكون رئة لمنطقة وسط البلد، يعني تبقى منطقة قريبة من وسط البلد وتبقى منطقة مليانة بالاشجار زي ما انتوا شايفين كده، وتبقى رئة لمنطقة وسط البلد. وده كان سنة 1905، كان تعداد القاهرة ساعتها حوالي 500,000 نسمة، وساعتها بدأ التخطيط والبنى. كان موجود طبعا قصر الدبارة وبعض القصور موجود طبعا في منطقة جاردن سيتي اللي احنا فيها دلوقتي، وكان من ضمنها القصر العالي اللي بناه إبراهيم باشا ابن محمد علي، وكمان قصر أحمد باشا رفعت أخو الخديوي إسماعيل، وكمان سراي الإسماعيلية اللي بناها الخديوي إسماعيل واللي مكانها دلوقتي مجمع التحرير. دلوقتي احنا دخلنا مرة تانية على شارع عائشة التيمورية. كان عائشة التيمورية دي كانت من الأديبات الكبار، كانت أول سيدة تكتب بالعربية قصة كاملة، وكمان كانت بتكتب الشعر بالعربية والتركية والفارسية. الشارع هنا وجاردن سيتي تقريبا كلها كانت محرمة على أبناء الشعب المصري، لأنه كان مغلق على أمراء الأسرة المالكة، والشارع هنا كان ملكي من بدايته لنهايته، كان ممر كده تظلله الأشجار زي ما انتوا شفتوا من شوية صغيرين في شارع عائشة التيمورية. دخلنا كده بقى مباشرة كده من شارع عائشة التيمورية على شارع البرجاس، واللي بقى اسمه محمد علي جناح حاليا، لكن معظم القاهريين ومعظم اللي بيسكنوا حي جاردن سيتي مازالوا بيسموه بالاسم القديم وهو شارع البرجاس. عموما طالما احنا في شارع البرجاس ويتسمى محمد علي جناح، نتعرف على محمد علي جناح وهو مؤسس دولة باكستان. وزي ما بقول لكم يبقى اسم شارع البرجاس هو الشارع او هو المشهور في المنطقة الجميلة دي جدا من ارض مصر. يعني ما زلت بقول لكم استمتعوا بشكل الشوارع الجميلة جدا داخل عمق حي جاردن سيتي، وأدعوكم أنكم تزوروا الحي ده بشكل كبير وتتمشوا كده داخل الحي، هتستمتعوا بشكل كبير جدا بشكل العمارات وشكل القصور اللي موجودة واللي بتنتشر داخل حي جاردن سيتي، واللي شهدت يعني مصر شهدت عدد كبير جدا من الأحداث، واتخذت قرارات كتيرة جدا من القصور اللي موجودة في داخل حي جاردن سيتي. طبعا كان في مسلسل مشهور جدا اسمه هوانم جاردن سيتي، لكن لو سألت الهوانم دول دلوقتي عن حالهم وحال معيشتهم في الحي، فهيقولوا لك عايزنا نرجع زي زمان، قول للزمان ارجع يا زمان. ودخلنا بالفعل على شارع كامل الشناوي، يمنا وشمالنا دلوقتي شارع جمال الدين أبو المحاسن، ما زلنا ماشيين في شارع كامل الشناوي واللي كان شاعر وصحفي مصري مشهور بشكل كبير. كان في مجموعة من المعلومات عن كامل الشناوي في الصورة اللي كانت قدامكم.
احنا لسه موجودين داخل شارع كامل الشناوي، وهنقابل مباشرة دلوقتي فيلا او قصر من القصور المشهورة داخل حي جاردن سيتي، هو قصر سراج الدين باشا، راجل السياسي ورجل الدولة المصري واللي كان مؤسس حزب الوفد الجديد. احنا لسه بنكمل طريقنا وهنطلع كده على ميدان من الميادين المشهورة جدا في حي جاردن سيتي، وزي ما انتوا شايفين شوارع جاردن سيتي الدائرية بشكل واضح جدا في خلال رحلتنا. ما زلنا ماشيين في شارع كامل الشناوي، وهندخل يمين مباشرة، والقصر اللي قدامنا مباشرة ده كان قصر احد السياسيين ورؤساء الوزراء المصريين المشهورين جدا، وهو مصطفى النحاس باشا. زي ما انتم شايفين فؤاد سراج الدين باشا ومصطفى النحاس باشا، مجموعة كبيرة جدا من الباشوات والارستقراطيين اللي كانوا عايشين في حي جاردن سيتي. كان بيوت جاردن سيتي البيت اللي كان بيسكنه بجانب اصحابه من الباشوات كل اللي بيشتغل فيه، بواب واسرته والطباخ واسرته وكل العاملين في البيت كانوا بياكلوا من نفس السفرة، وسموا السفرة دي سفرة العيلة، وده احترام ليهم ولأدميتهم، وما كانوش أبدا بيقولوا عليهم شغالة أو خدامة. كانت الصالونات مليانة بالضيوف والأهل والأصدقاء، وكانت الزيارات مستمرة عكس دلوقتي خالص. كان معظم سكان جاردن سيتي من الناس اللي بينتموا للسياسة والأحزاب السياسية، وكان في كل بيت ديوان مقابلات لأعضاء الأحزاب، وكان كمان الستات بيشاركوا برأيهم. احنا وقفنا في الجزء ده بقى عشان نشوف احنا هندخل يمين ولا هندخل شمال. زي ما بقول لكم خدوا بالكم من شكل ركنة العربيات عشان تقدر تمشي داخل حي جاردن سيتي. بالفعل كده احنا دخلنا من يمين من شارع جمال الدين ابو المحاسن عشان نستكمل رحلتنا داخل حي جاردن سيتي الجميل. مع كمية البيوت والفلل والقصور اللي موجودة هنا، يمكن عايز اقول لكم ان المكان هنا ما كانش مكان معيشة وسكن بس، لكنه كان شاهد على احداث تاريخية واجتماعية وسياسية كتير جدا، وشاركت فيها كل انواع وطوائف الشعب المصري. الجميل في جاردن سيتي زي ما احنا شايفين انه رغم كل السنين الطويلة ما زال بيتسم بالهدوء والرقي والنظافة، عكس احياء زي مثلا المهندسين او المانيال او الروضة اللي بقى فيهم يعني مناطق ودوشة كتير وبقى فيها بعض الاسواق التجارية. احنا على يميننا وشمالنا هو شارع كامل الشناوي، لكن احنا هنكمل طريقنا في شارع جمال الدين ابو المحاسن داخل عمق حي جاردن سيتي الجميل. لكن زمان هنا كانت عربيات الحي بتمر تجمع القمامة وترش المية في الشوارع، وقانونا ما كانش ينفع تعمل منشر غسيل على الواجهة او انك تهوي فرش السرير مثلا في البلكونة. كان في ملاحظ كده بيمر في الحي على الشوارع عشان يفتش على الحاجات اللي انا بتكلم عليها. كان كمان في فوانيس الشوارع بتتنور بالغاز اللي تحول للكهرباء، وما كانش مصرح للمحلات انها تفتح في الحي. يمكن دلوقتي في بعض المحلات القليلة، لكن زي ما انت شايف برضو مازال عدد المحلات داخل حي جاردن سيتي قليلة بشكل كبير جدا جدا. احنا دخلنا شمال كده من شارع حوض اللبن، وبقى فندق الفور سيزون نايل بلازا موجود على يميننا دلوقتي او خلف الفندق، لانه واجهة الفندق موجودة على كورنيش النيل وعدينا عليها في بداية رحلتنا. زي ما انتم شايفين احنا لسه ما زلنا ماشيين في شارع حوض اللبن، وعايز اقول لكم ان جاردن سيتي معروفة بالفخامة والعراقة من زمان. كان موقع الحي مميز جدا، وزي ما انتم شفتوا بيطل على نهر النيل العظيم، كمان قريب من وسط البلد وقريب من المانيال وقريب من السيدة زينب، والحي يعني زي ما انتم شايفين مازال بيحافظ على رونقه لغاية دلوقتي. كمان الطراز المعماري المميز جدا لعمارات الحي يعني مازال متماسك بشكل كبير. شكل الشوارع الدائرية اللي بتميز الحي بتديله فعلا شكل مختلف. احنا دخلنا يمين كده من شارع الدكتور ابراهيم بدران، وهنكمل طريقنا داخل حي جاردن سيتي. طبعا حي جاردن سيتي ممكن توصلوا عن من شارع كورنيش النيل او من شارع القصر العيني او من ميدان سيمون بوليفار، واقرب محطات يعني لو انت عايز توصل لحي جاردن سيتي اقرب محطات المترو اللي موجوده لحي جاردن سيتي ومحطه السادات اللي موجوده في التحرير، كمان محطه سعد زغلول اللي موجوده في شارع منصور، ومحطه السيده زينب اللي موجوده في ميدان ابو الريش. موجود في حي جاردن سيتي سفارات لأهم دول العالم، موجود في السفارة الأمريكية، السفارة البريطانية، سفارة الصين وفرنسا وإيطاليا واليابان والسودان والسعودية. كمان في جاردن سيتي والمناطق المحيطة بيها فيها فنادق الفور سيزون زي ما انتوا شفتوا، سيمراميس وشيبرد وجراند حياة، ويمكن كمان في فندق جاردن سيتي هاوس وكمنسك النيل وفندق مريديان جاردن سيتي. احنا لسه ماشيين في شارع الدكتور ابراهيم بدران، وعايز اقول لكم انه في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني قرر ان هو يأسس الحي على شكل المدن الحدائقية اللي فيها شوارع دائرية، وده اللي كان شائع في اوروبا في بداية القرن العشرين، وبقت جاردن سيتي امتداد عمراني للقاهرة الخديوية.
الغريبة ان كل شارع في جاردن سيتي كان مخصص للوازم معينة. شوية صغيرين كنا ماشيين في شارع حوض اللبن، يعني في شارع للحرس مثلا، وشارع للاسطبلات، وشارع للخدم. تشوف يعني داخل حي جاردن سيتي يعني اسماء شوارع غريبة زي شارع الطلمبات، شارع البرجاس، وشارع الخشاب، شارع الديوان، وشارع الحديقة. عايز اقول لكم ان ملاك طبعا على يميننا دلوقتي مدرسه الميردو دي اللي موجوده داخل حي جاردن سيتي، وعايز اقول لكم ان ملاك الاراضي في جاردن سيتي ما زالت الفاتيكان هي اللي بتملك اوسع مساحه للارض في جاردن سيتي. كانت الارض في الاصل مخصصه لاقامه دير، وبعدين اتسابت لغايه ما انشا او ما تم انشاء مدرسه الميردو دي اللي احنا لسه معديين عليها من شويه صغيرين. كمان السفاره البريطانيه ليها اراضي كتيره جدا في جاردن سيتي، واكبر ملاك الافراد داخل جاردن سيتي 3 مصريين وسوري. يمكن وانت داخل جاردن سيتي وزي ما شفته، فانا بعتبر جاردن سيتي تعتبر اول كومباوند في مصر، منطقه تبدو وكانها مغلقه على فئه معينه. مدارس جاردن سيتي المشهوره طبعا مدرسه الميردو دي، ومدارس امون الخاصه، وكمان فيها مدرسه علم الدين الخاصه، مدرسه جاردن سيتي الرسميه للغات، وكمان مدرسه الابراهيميه الثانويه للبنين المشهوره. لسه مكملين طريقنا ودخلنا مرة تانية على شارع اتحاد المحامين العرب. لسه مكملين طريقنا داخل عمق حي جاردن سيتي، بنتفرج على أشجارها، بنتفرج على مبانيها، بنتفرج على قصورها، بنتفرج على فيلالها، بنتفرج على سكانها، بنتفرج على رقي الحي، بنتفرج على هدوءه ونظافته. حي من الاحياء فعلا اللي انت تحب ان انت تسكن فيه، واظن ان حي جاردن سيتي مازال اسعار السكن فيه اكبر بكتير جدا من عدد كبير من الكومباوندز اللي موجوده في مصر، وده لعرقته والقرب طبعا زي ما انتوا شايفين من وسط البلد، والقرب من عدد كبير جدا من الاحياء المشهوره في مصر زي الزمالك والمهندسين والمنيل وعدد كبير جدا من الاحياء. احنا دخلنا دلوقتي على شارع دار الشفا، وعايز اقول لكم ان احنا لو حكينا على القصور فجاردن سيتي بقى حكايتها حكايه. لو بدانا مثلا بالعيله المالكه، ففيها قصر الاميره فاطمه فيصل، وقصر الاميره عفه حسن، وقصر الامير عباس حلمي، كمان في قصر مصطفى النحاس باشا، وقصر الزعيم الوفدي فؤاد سراج الدين اللي كنا شفناهم من شويه صغيرين، وقصر عدلي باشا يكن، وقصر علي باشا ابراهيم. كمان في قصور لرجال الاقتصاد زي موسى قطاوي باشا رئيس الطائفه اليهوديه، وفيلا فيكتوريا اللي بناها جاك ليفي وكان ساري يهودي موجود وعايش في مصر، وكمان كان في فيلا جورج ويصا باشا. من الحاجات المشهورة في جاردن سيتي ان حصل فيه اول جلسة لمجلس شورى في مصر، وكانت في مجلس المشورة برئاسة ابراهيم باشا سنة 1829 في القصر العالي اللي بناه ابراهيم باشا هنا في جاردن سيتي، ولغاية دلوقتي في شارع باسم القصر العالي، وكمان في شارع باسم الوالدة باشا مرات ابراهيم باشا وام الخديوي اسماعيل والامير احمد رفعت. لسه زي ما انتم شايفين قصر سراج الدين باشا موجود على يميننا دلوقتي اهو، وكنا لسه رجعنا تاني من شارع كامل الشناوي، وهندخل مرة تانية قدامنا هنكمل بقى على طول في شارع كامل الشناوي، وبقى على يميننا دلوقتي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية اللي موجود داخل قصر مصطفى النحاس باشا زي ما انتم شايفين كده. كمان مكتبة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية موجودة على يميننا داخل حي جاردن سيتي. طبعا من اشهر القصور داخل حي جاردن سيتي قصر الدباره. شهرته جايه ليه بقى؟ لانه كان دار للحمايه على مصر، ومصر في الوقت ده كانت بتتحكم من قصرين، قصر عابدين واللي كان مقر الحكم الرسمي لاسره محمد علي من عهد الخديوي اسماعيل، وقصر الدباره اللي كان فيه المندوب السامي البريطاني او المعتمد البريطاني او السفير البريطاني في السفاره البريطانيه. عموما مع مرور الزمن اتحولت عدد من قصور جاردن سيتي لفنادق زي قصر الوالدة باشا وقصر الشريف باشا صبري، وبقى فندق الفور سيزون، والحي بقى فيه مبنى وزارة الصناعة والتجارة والهيئة العامة للتنمية الصناعية وعدد كبير جدا من البنوك. احنا دخلنا بالفعل كده اهو زي ما انتم شايفين، دخلنا في شارع السرايا الكبرى، ومن شارع السرايا الكبرى لسه هنكمل طريقنا داخل شوارع جاردن سيتي الجميله جدا، واللي اتمنى ان انتوا تكونوا مستمتعين معايا بالرحله اللي انا مستمتع بيها فعلا وانا بتمشى كده داخل الشوارع دي وداخل الحي الجميل ده. وفعلا من اكتر الاماكن في القاهره اللي انا بستمتع وانا بتمشى جواها، زي ما انتوا شايفين تقريبا يعني هتلاقوا فيه عدد من المحلات
مش مو يعني عدد من المحلات القليلة جدا اللي موجودة داخل حي جاردن سيتي. احنا طلعنا بالفعل كده على شارع المستشار محمد فهمي السيد، ومن شارع المستشار محمد فهمي السيد بقى بيقابلنا يمنا وشمالنا دلوقتي شارع القصر العيني، واحنا يمكن هندخل مرة تانية داخل عمق حي جاردن سيتي. لكن بحاول ان انا دايما في كل رحلاتي ان انا اربط لكم الاحياء الداخلية بالشوارع الرئيسية اللي بتحيط بالاحياء دي، وزي ما احنا عارفين قلت لكم ان حي جاردن سيتي بيحيط بيه شارع القصر العيني زي ما انتم شايفين. وطبعا الجزء اللي يمنا دلوقتي ده هو في شارع مجلس الشعب اللي موجود فيه مجلس النواب، وطبعا الشارع ده هيوصلنا لميدان لاظوري وحي السيده زينب. وزي ما بقول لكم طبعا وفي كل رحلاتي داخل الاحياء الراقيه والاحياء الشعبيه في مصر، دائما ابدا الاحياء الراقيه بتلاقي ليها ظهير شعبي، لان احنا عارفين ان المصريين عموما بيحبوا كده يعيشوا في لحمه وقريبين من بعض، ودايما هتلاقي ان الاحياء الراقيه ليها ظهير شعبي. حي السيده زينب الحي الشعبي الجميل، قدامه مباشره حي جاردن سيتي الحي الارستقراطي واللي كان بيعيش فيه نخبة المجتمع. احنا دخلنا كده من شارع عبد القادر حمزة وهنطلع على ميدان سيمون بوليفار، ونطلع مرة تانية على شارع كورنيش النيل، وبعدين ندخل على عمق حي جاردن سيتي من جزء تاني من الأجزاء اللي أنا كنت عديتها في خلال بداية رحلتي النهاردة. أحد الشوارع اللي هندخل عليها كمان شوية صغيرين بعد ما نعدي الميدان اللي احنا داخلين عليها دلوقتي، وهو ميدان سيمون بوليفار. طبعا سيمون بوليفار في مجموعة من المعلومات هتلاقوها موجودة في الصورة اللي قدامكم دلوقتي عن سيمون بوليفار صاحب الميدان اللي احنا ماشيين فيه دلوقتي. وزي ما انتم شايفين طول ما احنا بنمشي بنتمشى في شوارع مصر بتلاقوا عدد كبير جدا من الأسماء ما بين السياسيين والفنانين والأدباء والكتاب، وبتلاقوا عدد من الشوارع على السياسيين والزعماء الموجودين في أمريكا اللاتينية أو موجودين في أوروبا وعدد كبير جدا من دول العالم. وزي ما احنا عارفين بما إن مصر أم الدنيا، فزي ما انتم شايفين الثراء والتنوع اللي موجود في أسماء الأحياء والشوارع اللي موجودة في مصر بيدل بالفعل على إن مصر بتحتضن الدنيا كلها. احنا طلعنا مرة تانية على شارع كورنيش النيل وحنكمل طريقنا زي ما بقول لكم، وحندخل مرة تانية على عمق حي جاردن سيتي. عايز اقول لكم انه موجود في العاصمة الإدارية الجديدة حي كامل متسمي على اسم الحي اللي بنزوره النهاردة واللي بنتمشى فيه، واسمه حي جاردن سيتي الجديدة. حي مميز جدا ومساحته حوالي 1000 فدان. لسه مكملين طريقنا في شارع كورنيش النيل. طيب عايز اقول لكم ان احنا لو كملنا على طول في شارع كورنيش النيل طبعا بنطلع على منطقة المانيال، ومن منطقة المانيال دي بنعدي على منطقة الملك الصالح وعدد كبير جدا من المناطق اللي ممكن نوصلها، منطقة بقى المعادي ومنطقة حلوان، وبعد كده عدد كبير جدا من الاحياء. دخلنا بالفعل كده على حي او شارع احمد باشا. احمد باشا ده هو احمد باشا رفعت الابن الاكبر لابراهيم باشا ابن محمد علي، وكان اول وزير داخليه في مصر سنه 1857. وزي ما انتم شايفين لسه ما زالت القصر المشهور اللي موجود فيه المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه، وهو القصر اللي كان عايش فيه مصطفى النحاس باشا. يمكن زي ما انتم شايفين عمارات جاردن سيتي متشابهه لحد كبير، ومعظمها ما بيزيدش عن 5 أدوار، لكن وللغرابة المنطقة فيها واحدة من أطول عمارات القاهرة، عمارة اتسمت عمارة بولمونت، واتسمت كده نسبة يعني كانت نسبة لسجاير بولمونت، لأن كان في إعلان للسجاير دي على سطح العمارة، هي كانت من السجاير المشهورة في مرحلة سابقة من الزمن. العمارة اتبنت سنة 1958 وفيها 35 دور. العمارة كان ليها حكايات لما اتبنت، وقال فريق الحماية المدنية إن هو يمكن ما يقدروش ينقذوا السكان لو حصل حريق فيها لأنه ما عندوش سلالم بالطول ده. يعني كمان شركة المياه قالت إن هي مش هتقدر توصل المياه للارتفاع الرهيب ده، وقالوا إن الرياح والزلازل ممكن تأثر على العمارة دي بسهولة، لكن يمكن العمارة لغاية دلوقتي موجودة وتحدد كل الكلام اللي أنا لسه قايله دلوقتي. لسه مكملين طريقنا ودخلنا على شارع خليل أغا في خلال رحلتنا الجميلة جدا داخل حي جاردن سيتي العريق اللي موجود في محافظة القاهرة. كان خليل أفندي أغا موجود في مجموعة من المعلومات موجودة قدامكم دلوقتي عن خليل أفندي أغا صاحب أو اللي متسمي على اسم الشارع اللي احنا ماشيين فيه دلوقتي. زي ما انتم شايفين البنك العربي الأفريقي الدولي موجود على شمالنا، وادي حديقة من الحدائق اللي بتميز الحي اللي احنا فيه واللي متسمي اصلا على الاسم ده اللي هو المدينة الحديقة او جاردن سيتي.
لسه مكملين طريقنا في شارع خليل أغا، وهندخل من شارع خليل أغا على شارع عائشة التيمورية عشان نستكمل رحلتنا داخل الحي الجميل اللي احنا بنزوره النهارده. عايز اقول لكم ان من العمارات المشهوره كمان في جاردن سيتي عماره ورده جاردن سيتي. العماره دي كانت مملوكه للفنانه ليلى مراد. كمان في عماره شويكار جنب قصر البرنسيسه شويكار في شارع معمل السكر. شوفوا الاسماء، شارع معمل السكر، شارع حوض اللبن، شارع الطلمبات. عدد كبير من الشوارع متسميه على اسماء المهن او اسماء الحرف اللي كانت موجوده رغم رقي الحي، لكن الاسماء دي كانت بالنسبه للناس اسماء عاديه جدا. احنا لسه دخلنا على شارع عائشة التيمورية، ومن شارع عائشة التيمورية هندخل على شارع مديرية التحرير، وهنكمل طريقنا داخل حي جاردن سيتي الراقي والجميل جدا. عايز اقول لكم ان شقق جاردن سيتي معظمها هتلاقيه 9 أو 10 أوض، وطبعا هتلاقي الارضيات داخل الشقق دي خشب باركي ارو وابواب زجاجية ملونة. هتلاقي 3 أو 4 حمامات داخل في كمان هو فندق نيو جاردن سيتي كان موجود على شمالنا دلوقتي في شارع مديرية التحرير. طبعا زي ما بقول لكم في كل بيت او في كل شقة هتلاقي 3 أو 4 حمامات. كل أوضة بقى هتلاقي فيها بلكونة كبيرة جدا. يمكن زمان في البنى القديم دايما هتلاقي البنى القديم هتلاقي فيه بلكونات كبيرة قوي، وكانوا بيسموها الفراندات، يعني مساحة كبيرة جدا، لان كانت الناس بتحب بالفعل حياتها، معظم حياتها كانوا بيقضوها داخل البلكونة دي. لكن دلوقتي مع البنى الجديد بقت البلكونات اصغر بشكل كبير جدا، رغم اهمية البلكونة بالفعل واهمية موقع الشقة. كمان المطبخ هتلاقيه واسع جدا داخل شقق جاردن سيتي، وهتلاقي داخل المطبخ بلكونه كمان. فيه هتلاقي لازم اوفيس لخزين البيت، وطبعا العمارات في السطح هتلاقي فيه اوض للخدم والسواقين، وكمان في اوض للغسيل. احنا كده بقينا ماشيين في شارع الحديقه، ولسه موجودين داخل حي جاردن سيتي الجميل جدا اللي بنزوره النهارده في رحله واسعه جدا، ويعني ورحله تقريبا عدينا فيها على كل شوارع جاردن سيتي، اتفرجنا على عدد كبير جدا من قصور جاردن سيتي وعمارات جاردن سيتي وفيلا جاردن سيتي. فين بس شويه صغيرين بس العربيه دي تركن، وبعدين هنكمل طريقنا كده مع شعاع الشمس الجميل جدا اللي بيزين الاشجار وبيزين منطقه وحي جاردن سيتي. لسه مكملين طريقنا، وعايز اقول لكم انه في الزمن القديم كان ولاد الاسر عارفين بعضهم، تربطهم علاقات اجتماعيه بين الهوانم. كمان في كانت جلسات اقتصاد وسياسه بين البشوات والبكوات. جناين البيوت كان فيها زهور واشجار نادره. كان في كمان جناينيه بيجوا عشان يرعوا الزهور دي ويرعوا الاشجار والجناين الجميله والبساتين الجميله اللي كانت بتزين الحي ده، وما زال في جزء منها موجود لغايه دلوقتي. تقريبا كل الفنادق اللي حوالين جاردن سيتي اتبنت على الطراز الانجليزي والطراز الايطالي. هتلاقي كمان عدد كبير جدا من المحلات اللي موجوده داخل جاردن سيتي بتبيع الزهور الطبيعيه، سواء كانت الزهور المصريه او المستورده في الحي. زي ما كنا بنزور الزمالك وبقول لكم انه عدد كبير جدا من الطبقة والنخبة بيهتموا بالفعل بالزهور دي، ولأن الحي ده مليان بالسفارات، فكمان في عدد كبير من الأجانب بيسكنوا الحي هنا، وطبعا بيكون عندهم اهتمام كبير جدا بالزهور الطبيعية بشكل واسع جدا. احنا رجعنا تاني لشارع الديوان، وقربنا من نهاية رحلتنا النهاردة داخل حي جاردن سيتي. وهحاول بقى المرة دي بعد ما اخرج من حي جاردن سيتي، بدل ما ادخل من شارع القصر العيني شمال، هحاول اربط لكم حي جاردن سيتي بالجزء اليمين اللي هيكون قدامنا مباشرة مستشفى القصر العيني الفرنساوي، وهندخل على شارع الدكتور حندوسة، وهيكون قدامنا مباشرة كوبري سرايا اللي هيكون في وشنا مباشرة كمان كلية الطب القصر العيني أو كلية الطب البشري التابعة لجامعة القاهرة. أتمنى إن رحلتي النهاردة داخل حي جاردن سيتي تكون عجبتك، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يجيلك جديد جولاتنا ورحلاتنا أول بأول، وتعمل لايك للفيديو عشان ينتشر بشكل كبير. شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.